وصفة هسه حبايبي راح تكون وصفة رائعة جدا جدا للشعر. أي أخت تعاني من تساقط بالشعر كلش يعني عميق، تساقط كثير بالشعر، شعر عندها أبدا ما يطول، وهاي الوصفة ما بتنفع إلا للخوات اللي شعرهم شلون نقول أسود أو بني أو أحمر، لأن شعرها ذهبي أو أشقر راح ينصبغ لون الشعر تبعتها. طيب حبيبتي راح تسوين عصير من الشاي الكركديه، تاخذين مقدار من الكركديه وتغسليه كويس، وبعدين تاخذين هذا المقدار وتحطيه بعلبه وتديرين عليه ماء ساخن التركي يوم كامل، ثاني يوم تصفيه وتحطيه بمرش هيك بخاخ سبري وترشيه على الشعر بدون ممكن بدون ما تغسليه، باليوم رشيه مره واحده. زين لو استمريتي بهاي الطريقه، لا تغلبي يوم يومين والتركي، لا لو استمريتي بهاي الطريقه 3 اشهر 4 اشهر 5 اشهر، راح كل ما طولتي فيه كل ما حتحصلين نتائج رهيبه جدا جدا. ممكن تستعمل حتى للاطفال بالسن 6 سنوات وكما فوق، تستعمل للرجال وللنساء لانبات الشعر وملء الفراغات.